العروبيه باركين في العروبيه، قالت لي بالعروبيه زادت لي يد دري الحكاك وجي جبت السبيطار قال لي الطبيب تعال، جبت البني رش جيت نجري هنا جريت جاني مركوب صعيب وجاني داك ما قدرتش نلقى، ما قال لي تصايب وما قدرتش ما استعد من البرك، قلبت على قلبت قال لي راه تمشي ثلاثه الركبات ولا اربعه وفلوس، قال لي ضروري فلوس، انا ما عرفت فين نمشي ما عرفت فين ما عرفتش في العروبيه ما عمري خرجت ما عمري هذاك الشيء، مني بقينا صافي جيت حيت الحديده تاع شريت الحديده شريت كل شيء حيت كل شيء وبركت ما صرت ما ندير على قد الحال، راجل خدام مره يخدم يوم يخدم في السيمانه يومين ويبرك العروبيه، بقينا بحال هكاك حتى جينا بالك تولات عندها 12 عام، جينا شرينا واحد الميحيل في جيت قريب المحمديه، مني جبناها قريناها بغوها قلبوها بغوها وكلشي قروها، لحقت السادس صافي ولات قالت الدري يضحكوا عليا هادي ما بغاش تقرا، الدري يضحكوا عليا انا وليت فوسطهم كبيره كنبانو كيضحكوا عليا، اللي شافني كيعيط فيا صافي مبقاتش باغا تقرا ما حملتش بقات تقرا صافي تخرج، مني خرجت دابا جلست صافي ولات معصبه ولات كتبكي معقده تقول لك انا كيفاش ولات معقداني انا معصباني معصبه بواها الدار معانا، قالت لك انا خاصني شي حاجه، قالت لك انا عييت من نعاني ثاني من الدروج مره في السيمانه تخرج في الدروج، يعني عندنا الدروج مره تخرج بالسيمانه، قالت لك راه انا خصني شي حاجه علاش نمشي خصني شي كروسه ولا موطور ولا شنو، نطلب من خوتي المحسنين يعاونوها ويكونوا معاها الله يرحم والديكم. دابا ملي تحولتوا هنا ما حاولتوش تمشي عند شي طبيب ولا هكا ما بقيتش مشيتوا ولا؟ لا ما بقيتش مشيت صافي من تما ما بقيتش مشيت. دابا المعاناه ديال ايام على المدرسه دابا ملي كتكبر ما تبقاش تقرا لان رجليها كيضروها. رجليها كيضروها ولا ثاني قالت الدراري يضحكوا عليا يشوفوني يضحكوا يعيفوا فيا ما بقاتش قاده ما بغاتش دير ما بغاتش تمشي تقرا كاع صافي ما بقاتش حملت القرايه، قالت الدراري يضحكوا عليا وانا يعيفوا فيا انا بحال هكا، قالت خاصني ما حملتش راسي بحال هكا ومسكينه ودابا كتعاني وكتبكي وكتعصب تقول كون عا ولات معصبه تقول كون عمت كون عا ما بقيتش في الدنيا بحال هكا، والله يحسن العون وصافي. اسي بنتي نجي عندك. السلام عليكم. السلام. كي دايره فاطمه زهراء؟ بخير. مالك قولي شنو علاش خرجتي من المدرسه علاش شنو بغيتي شنو؟ انا مستقبل راسي باش نعقب عليه حيت مع خواتاتي ولا كشي ما ضروا ما يضموش ليا وعندي خواتاتي تما حتى ندير شي حاجه انا شي مشروع ديالي بوحدي باش انا ندير بيه ونعول عليه في المستقبل، مع كانوا كيضروني في المدرسه رجليا بزاف حيت كنت كنمشي شي 2 كيلومتر مسافه بعيده كنمشي تما كنرجع بالليل ثاني مره كنمشي مره ما كنمشيش، نهار الامتحانات ديما كنغيب حيت ديما كانوا كيضروني رجلي بزاف حيت كانوا كيضروني الاعاقه كيضروني بزاف. دابا عندك مشكلة مع الدروز ساكن في الترويزيام كتهبطي بالزز باش كطلع كنطلع بالزز وكان الهبطه كتجيني ساهله ولكن طالعه لي صعيبه كيضروني رجلي بزاف شي حمارو ليا وكندير لي ما سميتو شي كريم شي كريمه باش تحاولي تمدي شويه كيحرقوني الليل كامل كيبقاو يحرقوني الا خرجت شي نهار تنبات الليل كامل ما كنعش تخرجي كتندمي الحمد لله شوف الحمد لله هادشي دابا ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى والناس المحسنين اللي غيتعاونوا معاك فهمتي، هذا الحمد لله ربي كبير فهمتي ربي كبير ان شاء الله يفرج عليك ان شاء الله باذن الله. غير اشنو كطلبي من خوتك المحسنين؟ كنت نبغى شي باش بغيت انا ما كرهتش نصلح لدارنا وكنت ما كنشوفها بحال هكا كيبقى في الحال، بغيتي شي ماشي مشروع باش تخدمي باش تعاوني داركم باش تردي لهم شي مشروع ديالي باش نعاونهم ولا شي خلصه ولا شي حاجه ثاني باش نعول عليها في المستقبل. كيف كتشوفوا متابعي قناه شوف تي في؟ البنيه حشمانه انا كنحاول نضحكها مسكينه انا حشمانه ما قدرتش تهضر، هي دابا البنيه عندها 22 سنه عانات ايام الدراسه والديها عانوا معاها، ملي كبرات ولات كتشوف كلشي على عينها ولات كتعرف
ولات كتشوف بان الوالدين ديالهم فحالهم مكرفسين، الاب كيخرج يدبر كيخدم غير في الموقف، مره يخدم مره ما يخدمش، كيخرج نهار كامل كيجي بعض المرات كيجي ما كيجي مع والو، البنت كتبقى كتالم. دابا البنت ما كملت قرايتها، ما تعلمت صنعة، لان بسبب الظروف ديال المعيشه والظروف ديال السكن اللي كانوا ساكنين فيه وكا، دابا اليوم كطلب غير اما تعلم الصنعة او لا شي محسنين والناس المسؤولين الله يجزيهم بخير باش يحاولوا يتعاونوا معها، يعطيوها غير شي بلاصه فين دير تبيع وشري ولا تدخل غير شي باش تعاون والديها، على الاقل على الاقل دير شي بيع وشريه او لا شي مشروع خفيف اللي ممكن تعاون به والديها وتعاون بها المستقبل ديالها، لان الوالد الصحه ما كدومش وحتى الوالدين ما غيدوموش، ما عرفتش شكون غيسبق. والبنيه لان كما قالت عندها غير خواتات، انت ما كاينش عندهم اولاد غير خواتات، دابا ان شاء الله كل وحده غتزوج غتمشي لدارها، ولكن البنيه اللي هي تقدر يشوف لها جاب لها الله شي ولد الناس تزوج ياك؟ لا ها لا هي ما بغاتش، هي باغا تخدم، باغا تخدم تعاون والديها لان تكرسات، باغا تعاون والديها، هي المستقبل ديالها الوحيد هو تعاون الوالدين ديالها. نتمنوا ان شاء الله من خوتي المحسنين واخواني والمسؤولين الله يجزيهم بخير باش يحاولوا يتعاونوا مع هذه البنيه. الرقم ديال التليفون هو غنديرو في الشاشه، شحال الرقم ديال التليفون؟ 06 اييه 43 08 93 38. كيف كتشوفوا متابعين قناه شوف تي في، الرقم اللي كيظهر على الشاشه هو 06 43 08 93 93. اه نتسنى واحد الخطا، انا خطا هنا 93 نعاودو 06 43 ياك 06 43 08 93 98 93. الرقم هو اللي كيظهر على الشاشه هو 06 43 08 93 98. كيف كتشوفوا اخواني متابعي قناه شوف تي في، ان البنيه تبارك الله ولات عندها 22 سنه، عانات كثير لان المشكل عندها هو رجليها، رجليها كيضرها. نتمنوا الخوت المحسنين باش يعاونوها، حتى شي كلشي متحرك ولا هكا باش تعاون شويه، تبقى تحرك كتبقى في الدار السيمانه كامله، حتى شي نهار باش كتخرج في السيمانه كما قالت هي كتخرج كتجي كتمحن كتنعس غير باش كيبقى يضر فيها. خويا ابو عمران كنشكرك، انا صححت الرقم لان كان واحد الخطا، الرقم هو كيظهر على الشاشه. شكرا لكم، شكرا متابعي قناه شوف تي في، والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله.